كيف تنظر؟ ازاي ابص للشخص اللي قدامي؟ والله شخص يعني بيحاول يستهزئ بيا، دي بتكون نظرتي. وبعدين يا حبيبي وبعدين والله شخص بيحبني نظرتي تتحول معاه، انا كمان بحبك، انا كمان معجب بيك، شخص بيحترمني. شخص بيهددني، لا انت ما تعرفنيش، وما تفكرش ان لما انت تهددني انا هسكت يعني، لا ما هو انت يعني مش هتهددني وانا اسكت، بص عيني بتتكلم. شخص بيحاول انه يتكبر عليا وشايف نفسه عليا، هرفع دقني لفوق وابص له، لا 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 انت ما تعرفنيش، اتكلم على قدك لو سمحت، فنظرة عيني بتتكلم وفق المواقف. عايز توظف نظرة عينك صح، شوف الموقف اللي انت فيه، شوف الشخص اللي انت بتتعامل معاه، وبناء عليه اختار النظرة المناسبة. زي ما قلت لك، نظرة التهديد دقنك الى الاسفل بتنظر لي نظرة مباشرة في العينين. لو الشخص بيتكبر عليك وبيتعالى، ارفع دقنك لفوق وانظر من الاعلى الى الاسفل. لو الشخص بيحاول انه يحقر منك ويستحقرك، تكفي نظرة الاسفل الى الاعلى، تنظر بهذا الشكل. يا صديقي انت مش تيجي جنب حاجة، فما تحاولش تحقر مني، ما تحاولش تقلل مني، لان هقلل منك بنظرة عيني. العفو عند المقدرة، لما اكون قادر ان انا اقلل منك واعفو عنك، فانا قادر ان انا اخد حقي منك. لكن لو انا حاسس بالضعف والشخص بيبص لي نظرات استحقار ومعرفتش ارد عليه واتعامل معاه ضمن هذا الاسلوب، يبقى انا شخص ما عنديش كرامة، ما عنديش شخصية. لكن اقدر اعفو امتى؟ لما اكون قادر ان انا اتكبر عليك، وقادر ان انا انظر ليك نفس النظرة، ولكن اتعامل معاك باسلوب لطيف، هو بمنتهى الاريحية، وانت اصلا مش فارق معايا. هنا منتهى القوة، غير كده يبقى انت بتضيع وقتك في الدنيا. والنقطة الثالثة بقى من أسرار لغة الجسد، كيف تجلس؟ تجلس بهذا الشكل، أسد، بتنظر للشخص اللي قدامك بمنتهى القوة، بتتعامل معاه بابتسامة وروعة وحب وجمال، بتتعامل كأنك رئيس مجلس إدارة في أحد الشركات الكبرى، وجاي لك مجموعة من المستثمرين علشان يقعدوا معاك، فأنت قعدتك بتكون بهذا الشكل، فارد ظهرك قاعد على الكرسي، واخد وضعك، واخد أكبر مساحة ممكنة، بتتكلم وتعبر بإيدك، تكون ظهرة علشان تقدر تاخد يا صديقي الاحترام من الناس. لازم تدي الاحترام لنفسك، ما ينفعش إنك تكون قاعد بهذا الشكل وبتستمع إلى الآخرين، ما ينفعش إنك تكون عامل كده، ما ينفعش إن حضرتك تكون نازل بعينك إلى الأسفل، معناها ضعف ومهانة وذل وخجل، وإنك ما عندكش صفر ثقة بالنفس. مع احترامي ليك يا صديقي، عاوز تسيطر من خلال جلوسك، رجلك تكون بعيد عن بعضها، ولو بنت رجلك تكون قريبة من بعضها، وتميلي إلى أحد الجانبين ميلة بسيطة جدا، ظهرك مفرود وقاعدة، نظرة عينك بتنظر في عين الشخص اللي قدامك، بتبقى قاعدة بهذا الشكل، إيدك بتعبر وبتتكلمي، عندك قوة حقيقية، عندك كاريزما، حتى لو من الداخل كنت ضعيفة، حتى لو كنت حاسة بخجل، اعمليها وصدقيني هتسيب انطباع رائع جدا. وانت نفس الكلام، انت كراجل هتفتح رجلك شوية، تكون بحذاء كتفك وتبقى قاعد فارد ظهرك، تتكلم بمنتهى الثقة. على فكرة لما تكون حاسس بالضعف من جواك ومش عارف تتعامل مع الناس من حواليك، هتلاقي تلقائيا جسمك عمل كده، أخد أقل مساحة ممكنة، جسمك أصبح متراخي. لكن لما تكون حاسس بالقوة والثقة، أو عاوز تفرض القوة والثقة، ظهرك تلقائيا هتلاقيه فرد، هتلاقيك اخدت اكبر مساحة من الكرسي اللي انت قاعد عليه، وتبدأ تتعامل بمنتهى القوة.